وراها بشوي. طب علينا واحد. سحب على امي يا شيخ. ثمانية ولا عرفان نقى واحد فيهم ولا لا؟ الليدر اللي تك الصورة حقته فيها ذهبي هذا هو شوفه. تاني قاعد اطق الحين. ايوه اللي هو الارشر. يجيك فيه زي ذهبي كذا. ايوه الارشر. مات خلاص. ولا لا في ولا لا والله. هذا هو الليدر. او انه اثنين اقوياء عاد ما ادري. شوف اي وحش يجيك دائره عليه ذهبي طار ذهبي هذا قوي يجيك يا اخي. انا ما جاز لي الدقر احسه كذا ضعيف عرفت ما لازم تلصق والله. سكربتر ذا ترى احسن اذا تستخدم سحر ترى احسن. اي سكربتر عندك وعندك سكربتر 900 900 900 كل الرينج حقه 900 والفاس 600 600 600. بس ستاف يعتبر افضل منه. ميس المسافر رينج حقه. ايوه ضرب جماعي يا حبيبي ما يوقف ترى. ايوه اوح يا حبيبي يا حبيبي. ارجع ارجع دقريوس. لازم نفجر ذي ولا ايش الوضع؟ لا يقول سكورت نوصل. اما بنجلس هنا. ايوه نفجر نفجر. يلا يلا طبينا طبينا بس استروي ذا سنتر في نقط. يلا 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 هلا بالعيال. والله في ناس كويسين هنا. ها ها تعب عليهم قلت لي بس. طيب يلا خلينا نفجره قد ريحنا الحين. احلى شيء الايادي اللي تطلع من تحت الارض اللي هي رقم اثنين ذي تحس نفسك قوي كذا. ايوه فتحت اول واحده في المايتي فوكس. ايش المايتي فوكس؟ يلا مع الثاني بطلق خلينا نشوف ايش يسوي هذا. هلا بالعيال. ايش هذا؟ تستخدم الفوكس يا كم جيمر؟ ها؟ تستخدم الفوكس؟ ترى ما اسمعك والله معلي صوت اللعب اصبر شوي. الفوكس ذا رقم اربعة. رقم اربعة. اوه نيد هيلينج يا رجل. علقت ما ادري. فينك فينك فينك؟ انا ما اسمعك ترى والله العظيم. كم جيمر؟ قص صوت اللعبة. ديفيتد. الله يهديك. اول بالعيول. الله وقع وجهي يا رجل. والله والله جيش عندك انت. ايوه انا جاي على اخر واحده قلت خلاص بفجرها ونمشي. ايش فيكم متوا يا عيال؟ ايه انا مت. لا مو متنا كلنا يعني. بس ما شاء الله بعد نكبنا هنا. ابد ما نكبنا ولا شيء ما صار شيء. حد شاف ما حد شاف. المشكله لازم نقتل هذا. دمر دمر ذا دمر ذا دام حد يطلق عليك دمر ذا. مشكلة لا الهيلث الهيلث عندي منخفض عرفت؟ زعيم هنا. اما انه شكل الزعيم اللي قلت عندي. ايه ايه اما شايف ايه وانا اقول. لا جاني ضرب يا رجل شكلت الهيلث كامل. بس خلاص فجرناه ذا. فينك انت؟ باقي باقي شوي باقي شوي. كفو خلاص الحين اسحب. يلا يلا. هيلينج هيلينج هيلينج. ثانك يو. فقع فقع. تعال. ما شاء الله. طز طز فيه طز فيه. خلينا بس نقوم باد. Speak with the sun for Sai أو for Sai. إيش اسمه؟ يلا يلا يلا. ما عليك ما عليك بعد. جاب لنا مصيبة ذا. رايح العرب راح فك وجهه. يلا يلا خلنا نروح القلعة ذي. إيه صح كم جيمر تقول لي رقم أربعة إيش عندك؟ ما تي فوكس ولا ثاني هور؟ لا أنا حاط له حق الستاف عندي. أيوة. يجيك خلاص كل المهارات ما تحط. أوه. سلاح أساسي. نظام الرايفل في الإنجنيير. أي بس إذا تبغى هذه أنا حاط السلاح الثاني تبديل اسمه سكبتر حاط معه اللي هو الهوربون عرفتها؟ أفضل. الهوربن فيها مهارة رقم خمسة تخليك سريع مرة بطل ذي تساعدك التنقل. يلا الباقي سبيك لوجن ات هز ديفينيتيز ريتش اوفيس. الحين يبغانا نروح ديفينيتيز ريتش. ايوه بس لازم نروح عند الهوربن. طب انت اعطاك اسلحة ذي الحين ولا ما اعطاك؟ اي يبغانا نطلع الحين من المنطقة عن طريق الزرقاء. يلا يلا ليف ليف. اوكي ما اعطاني شيء الصدق ما اعطاني شيء. اي ما انا حتى جاني قال لي اكسبت ولا كلوز يعني قال لي انت شكله اذا سلمناه سلمناه في ديفنس ريتش. اوه واي بوينت واي بوينت يا عيال مره ماشي كذا. الواي بوينت اقرب شيء لها السلمة واي بوينت. اي سلمة يلا مشينا سلمة بعدين نطلع مع المصعد المائي ذا. يلا ليتس جو ليتس جو سلمة. ان شاء
سلمى يا سلامة. وين سلمى؟ احنا ما بغينا نرجع. بالسلامة. الله تفقع منك يا رجل. انا تهزئت. انا هزئوني. هزئت يا رجالة. الله هزئوني السنتور زليتهم رجالة كمان. فضيحة. لا بس والله كثير لي زعيم ترى من جد بعد كان عنده جيش يعني ضربه واحده ضربه واحده وان هيت ايش الكلام فاضي غير لا قوي قوي ترى عشان يا جماعه مصاعدهم فلق قسم بالله شوف اوه ادعس والله يا اخي الجو هنا فل 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 الجو هنا طبعا هذول بايعين الكار ما حق اللي فلات العالي ايه 60,000 ما ادري كم بس دقيقه دامنا اصطفنا درع خلينا نصلح ولا ما يحتاج نصلح عندي يقول انه كويس طيب فين ال ايوه هذا هو هذا هو بيعطينا مهمه لا لا اصبر نو لا هذا شخصيه انا بندخل الحين مع الباب يلا جاهزين يلا افا يا عيال اصبر اصبر وين يلا حطوا لي يلا يلا يس كويس انا شطحت بره نروح على الانفورمنت هذا مدري من هو بيعطينا ذي الحين جواز اللي جاي فيه العيد اصلا من جد هذا قائد حقهم ذاك وشوي يعطينا جواز هذا كويس هذا بطران سلك له قول له صحيح ابغى الجائزه بس طز فيك زامن هاوس عيبتها الفايند الحين قول اختر اتس جوينج تو بي ايش نبغى الحين؟ نروح زامن هاوس ولا نروح منستر وي بارتي ايش تبغون؟ بارتي كويس البارتي ايه ايش فيك قرار موحد يقول ها متاكد قلت يلا نروح البارتي يا رجل الله بارتي حبيب بروجريس يلا الله تجيني كرم تدرون يا عيال ايه انت مخلص المهمة والله انا فتحت والله يا ايش يا حبيبي والله ابوي كويس اصبر عم بزيد القوة ميديوم شاطر ما اشتفلك معي اصلا كلها تركب عندي اوه فيتاليتي باور فيتاليتي باور وتفنس ناخذ الباور يا رجل انا باخذ فيتاليتي عشان ال ايه لبر صح عليه ويب سوابينج كيو خيرا يلا خذيت ايوه الحين صار لبسي باندت عقب شويه يلا خلنا نلبس ال ايوه هذا لبسي الاول اول ما بديت معكم مره ثانيه حلو يلا بسم الله مفروض نضغط على الزر حق الليف ذا اللي هو الباب او من هنا عادي انا ضغطت عشان يعني نرجع للبتاع ذا فيلا خلينا نشوف ايش عندنا هنا او مرسل لي طريق ولا مو برسل لي المهمة ترى برا المدينة اجل خلينا نروح لفين المهمة لا والله موجود لا معليش في شرق المدينة في مكان اسمها روكيتون اي هذه لازم نروح كلنا بال مشي بالبتاع بالصنصير الكويس تكلم على نفسك انا يا رجال عندي واي بوي هل العين كعابي نمشي والله جد ان شاء الله بلاش وصلت انا للمكان حقك تقول لي واي بوينت اي لا اول واي بوينت ما ادري لا بس بقولي جد ماخذها وين فوق صح لا هنا ما ادري تحت على طول احنا كنا فوق خلنا نفتح واي بوينت اعطيك اصلا ديفنتز ريتش هذه باقي لها رجعه هي الواي بوينت كامله والفيستا كامله باقي ناخذها كلها دقيقه لا تقرب من المهمه خل باد قرب من المهمه عشان ناخذ القصه الله ليتس جو ايوه يقول لك يكون ليفل 8 احنا 7 مو مشكله من جد يلا يس بديك هداه صح ليفل 8 بس انه مشكله قريب من جد انا خاص باقي شيء وما باقي لي شيء واخش ليفل 8 يلا بسم الله ايوه سلم يلا كتسي صحيح خلنا نشوف من بيجي اوه لا كذا ما اقدر اختصر ايوه معليش اعذرون انا صراحه ادعمك جد كلنا ندعمك لحظه صمت لين يخلص العرض فيرست مينجل سبيك تو ايفري ون يو نيفر نو هو ساي سمثينج لا اسكت سكند دونت ليميت يور كونفرسيشنز تو نوبيليتي سي ايفري ثينج اندرستود
I suppose it goes without saying that I should be discreet. You catch on fast. Go on and charm the master. أروح فاست يا شيخ. يلا. يلا يا بس لا ايه ترى حنا ثلاثة شوف ما بعد كم قصتك لحالك ما لي دخل هذا البارتي ايوة لازم نندمج معك شباب يلا 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 امشي امشي عادي كذا يا اخي ما في مشي عادي هنا كله جري ايش الوضع مشكلة ما في كذا ما حد ينتبه بس ما يشوف الوضع evidence collected at party يلا كل واحد يدور على دليل شوف فاهم السالفة يلا يلا انتراكت قربوا من كل الطاولات وسووا انتراكت اما نسرق اكلهم لا يا اخي نشوف ال لا نشوف ال evidence يقول دور على دلائل دور على اللوحات دور على ايه بس المشكلة انت الوحيد اللي تقدر تسويه احنا ما نقدر نسوي شيء شوف الطاولة ولا شيء ما في ولا طاولة على شيء ندور في هذا هذا الرجال هذا الرجال كذا تمام ايه طقه يقولك تبي بالقوة ولا بال والله تطلع انت كمان حتى انت ايه ايه نطلع نشوف الاختيارات اخي ما نقدر نختار شيء والله طيب خلى بالقوة يا رجل اما مسكين خرج او ما جاوبني لحظة شكله شو اسمه شكله نحقق مع دول عرفت شكله زعل لازم نطلع اخلاق انا بشوف وش فيه الدار الثاني انا نفسي يا رجل خلنا نشوف هذا قست هذا قست الدار الثاني منستر خلنا ناخذه بالاخلاق يلا ايه اخلاق ايش يا حبيبي الدار الثاني يا حبيبي الدار الثاني في زحمه لا ما في شيء في الدار الثاني لكن في زحمه في الدار الثاني يعني يبيك تخلص الدار الاول بعدين الدار الثاني والله ما ادري ايش السالفه يقول evidence collected ولا شيء أنا شوف دور ثاني كيف لا لصق لصق في الجدران لصق في الأشياء ذي المكتبات وبيكتب لك انتراكت عرفت ما أدري يبي لك ما أدري إيش يقول لكن يلا أدل والله شكله شطحنا بكل بار والله مش يا رجل بارت يا أبو كلب يا شيخ حنا نبي نعمل بس كلنا هنا يا رجل ما حنا نقل دور جد انتراكت هنا لازم برضو انت يا رجل مع انفسهم خلنا نشوف الافيدنس انزل تحت انزل تحت ايه لقيت الاشياء ايوه انزل تحت شيئين في علامه صح ايه علامتين هنا عند الطاولات هذه انا حسب حقت مهماتي وعلامات كثيره شوف عند كل الطاولات في علامه وين تعال شوف في علامات خضراء حقت المهمه الحين ترى تطلع ما كانت موجوده ايوه هذه جيت درينك شوف في عندي واحد طيب شوف هنا ايوه رينك فور ريث ايوه شفت الحين شكلنا كلمنا الجاردين اللي فوق شفت الجاردين اللي فوق اللي جالس انا جالس هنا جالس احرس المكان مدري ليه ايه بنجيب لها درينك طيب يلا خلنا نطلع ايه يلا نعطيه درينك وبيسطل ومن الظاهر نكشف ايوه يلا يلا خلنا الظاهر ما متاكد لكن يلا لانه طلع لي عليه كتابه خضراء هو هذا الغبي ايوه كف هذا هو سهل لا عطه here's your drink ادعز ايوه والله يعزز له والله تعزيز غلط طيب الحين كلك الحين خلصنا واحده من ثلاثه اي الحين خلنا ندور شيء ثاني تبي هذا كيت في شيء من جد اصبر هنا هنا تموت لا حد طبه لا على ليفلات انا عرفت 700 مره ماشي طب تعال خمسة تعال تعال مشيت من هنا انتم شوفوني شوفوني على الماب ما يوصل بلكونه ايه كلمهم كلمهم هذا القست قست لا القست هذول ما منهم في حاجه اذا ما جاء احد عليه اسم اجي اكلم اللي تحت انا في الضيوف اللي تحت شفت واحد انا كلمته وما جاوب عليه طقيت بالقوة ايوه most excellent to meet اظن هذا you must proud of the minister accomplishment يلا ضرب اي بيج اما ضربت التريتر يا ليل يقول انا خلاص انا اسف we must consider a greater يلا حط لي شيء يا رجل حط لي شيء بس صار طلع شيء خريطة لا اصبر خلنا ندور ترى ما يطلع تحركت تقول I have agreed to testify
Don't ask me for anything else. I may get difficult enough. تروح تشهد على المينستر الظاهر أو شيء زي كذا. أيوه خلاص جمعنا دليل ثاني. أيوه. أوكي هذه بتروح تشهد طلعت من الحفلة. طيب خلنا نشوف من الباقي. هذا المينستر هذا اللي فيه مصيبة. خلنا نشوف هذه ليدي. هذه لا. يرلوون. ولا شيء. لازم تقعد تقرا القصة بتتعب. Speak quickly. هذا ما هذا اللي سحبت عينه في البداية أنا. هذا الرجل. الخاف. اللي يضربني. اللي خاف. والله إنه قسم. آه ما عاد رد علي خلاص. ما عاد رد علي. شوف ناس تانيين برضو. شوف ناس غير قسم. Yes yes. القار. طب كونتلس أنت ذي تعال عندي. هنا قل قاعد تمشي ذي تعال هنا. شوفني. هذا خويتنا ولا؟ والله ما أدري عنه. أوه طباخ يعني. ايه كلمنا دي شك فوضع قاعد تفور في هذا لورد فارن كلمته؟ لورد من؟ فارن اللي هو هنا لا ده. لا 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 ما كلمته لا لسه هذا خوينا ايوه هذا هو اللي بيعطينا ايه يلا ناخذها بكل شيء ايش هذا؟ ايوه اعطانا شيء افيدنس؟ هذا خوينا اصلا جاء معنا لا بس انا طلع عليك كلام كذا اخضر ايه كل. نيكولاس وينتر وين الطباخ يا خالد؟ الطباخ تعال وين؟ شكله او الطباخ جاي من نبله صدق هنا تعال شوفوا اكيد لما الدرينك في مصيبه ايوه وش اخذه بليش؟ تعال لا لا بالطيبه يا حبيبي ايه. عندي صواطير انا اسف Thank you. I am ready to appreciate the spent years. سوداني قلتش. طيب شو مسوي الحين؟ خلاص. تكلم مرة ثانية. Anything else? يقولك no. If you want ask me how's all seven of the humor. ماش. يبينا ندور واحد كويس. تدور داري؟ لقينا. I'll do my best. من باقي ما اقدر احنا عنده منستري هذه ليدي مادلن هذه الاله هذه اللي قالت تطلع الحفله طيب نصابه من جد تعال شوف هذه الغبيه ليدي وي هذه اللي ما ادري ايش سالفتها سلك لا قل لها اي شيء ما عنده فائده كلامها كذا كله غبي عرفت ما في شيء سيرفنت هذا شكله يا حبيبي ابغى ريفرشمنت عندكم بلايزر تيبل سلام ميدي جست اوت الله يهديك الله يهديك خالد خرجت قلت ايش ذا يا ابوي وهذه يولاندا لسه ما كلمناها ايوه طيب الحين طلع لي خيارين اول بوشن اي هاف ون فور ووتس ليست اون وذ ذا كارت ليست وش اختار؟ في نقطة خضراء طيب اي صح في نقطة خضراء تعال عند برونوس جاسمينة تعال تكلم جاسمينة هذه يلا برونوس جاسمينة البارون البارونة جاسمينة I am easy there I got friend of mine said I would speak with you ايوه قل له فلنت ايوه نعم القلب اكيد ايوه سوي اي شيء خلاص باقي لا ما خلص شكك تشطح بال I wonder your friend Farin is dashing below but I have heard such story about him Farin الحين خلنا نروح نكلم Farin اللي هو هذا قدامنا هذا ايه يلا Farin يقول لك I saw it cover strike if she didn't look impressed you are a true friend right now tell me that important thing and give me the short ما تظهر عندنا ترى الكلام ما ادري ايش السالفة اما ايه how did you manage that خلنا ناخذ عند السالفة كذا سريع ايوه ايه تسوي كذا انت دفنتي دال سانك فعلا I'll find you later طيب خلاص انتهينا خلاص انتهت ايه انتهت المهمة خلاص evidence collected طيب كيف نطلع من هنا شكل لسه باقي بيعطينا مهمة صدق اوه وش الضخم اوه من جد ايش ذا ايوه توك تو كنت يقول ضاربة لا يقول توك تو كنت لس مدري ايش كونتلس انسي هذا اللي انت كلمته وطلعت برا شكله ولا شيء كلمت انت واحدة اسمها كانترس وما اعطتك زبدة قلت لك والله اني مدري اسمها كانت واقفة هنا جنب هذه كانت تكلم يولندا هذه اقول لها بسنطرق ايه شوف هنا ايوه هذه عليها علامة بعد ايوه وفط
من هذا اللابس لبس الحفلة ده؟ تو ينتبه له. خويتنا خويتنا.